السلام عليكم. اليوم نجيب لكم خبر جديد عن ملعب دويرة، حيث أنه كما كنت متوقع وكنت يعني متخوف كذلك، للأسف بدأت عملية طلاء المدرجات من الخلف. مشاهد في الصور هذه معناه أنه ما فيش غلاف للملعب، هذا يبقى طلاء هو العملية اللي راح تجرى في هذا الملعب. إن شاء الله نتمنى أنه ماش يعني فوت الأوان، ممكن يعني في المستقبل إضافة غلاف لهذا الملعب، العملية هذه تاع طلاء المدرجات باستعمال مواد عازلة، أكيد تكون مواد بلاستيكية عازلة للأمطار ولحماية الخرسانة. إن شاء الله المظهر هذا يتحسن مع الطلاء هذا. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.